هذا يسأل يقول إن إنسان أحرم بالعمرة وجاء وطاف لكنه يدخل مع الحجر يخترق الحجر في أثناء الطواف، طوافه غير صحيح لأن الحجر من الكعبة والمطلوب أن يطوف على الكعبة ما يطوف وسط الكعبة، فطوافه غير صحيح، فعليه إنه يعيد ملابس الإحرام لأنه ما زال محرما، يعيد ملابس الإحرام عليه ويأتي ويطوف طواف صحيح من وراء الحجر 7 أشواط، ثم يسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم يحلق رأسه. نعم، يعني يعيد العمرة، يعيد مناسك العمرة، ما هو بيعيد العمرة يحرم من جديد، لا، هو محرم لا يزال محرم، يخلع الملابس يعني لبسه إياه خطأ، ويعيد ملابس الإحرام استمراراً في الإحرام الأول، ثم يؤدي مناسك العمرة على الوجه الصحيح.